ما تزال تحافظ أم محمد على هذا الموروث الشعبي؟ نحطوا له المي مشان تقشي، مشان إذا إذا ما حطيتي له المي ما بتقشي. هنا في قرية بيت عانة في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، التي تشتهر بطبيعتها الخلابة وأسلوب حياة أهلها المرتبط بالأرض والموروث. ما ندق الحنطه هلا، ما ندق الجرن، ومن هاي شمسها ونطبخها نعبيها للشتوي، بدقوا بالحجر هون بشمسوها وعادي. يا عيني خالي شايفه كانه القمح رطب. ايه بده مي مشان تقشير، بدك تسلقيها على النار على الحطب وتعمليها برغل شمسيه تتي، بس بتاخديها عودك على الطاحون. زراعات متنوعه تشتهر بها هذه القريه الجبليه رغم وعوره الارض وصعوبتها. علاقتي بالارض هي حياتي، يعني إذا ما اشتغلنا ما في أكل. من الساعة 6 بتحرك بها الأرض وبشتغل، وساعتين ثلاثة يعني في فواكه، في شجرية عدة أنواع، في نجاص، في مراب، في تفاح، في كرز. حياتنا يعني كلها كرشينا بها الشغل. منجيبه البدار منزرعه ضمن سكوبات ومنغطيين، بدنا شغل كتير وتعب كتير، وبعدين بس يصير شتل بالمشاتل بنقبعه، نرجع بنفلح الأرض وبنزرعه، وبس يوصل لمرحلة ياخد لون شوي مثل هذا اللون مثلا بنقطفه نحنا ومنشكه بهيك، مثلا هاي اسمها مسلة وبخيط، وبنعلقه بالمناشير لحتى ياخد اللون المعروف اللون الذهبي، بعدين مننزله. هلا عم ننشر الدخان نحن على المنشر مشان يباس، لأنه نحن منشكو أخضر، وهلا منراقبه، يعني منراقبه بس يباس منيح نحن منعديه لجوا، بيكون خلص مراحله بقى عنا، بيكون هاي آخر مراحله عنا. بشكل عام زراعة الخضرة من جميعها مثل الفاصولي، بندورة، بدنجان، درة، كله بيصير عنا هذا. وبالنسبة للأشجار المثمرة، المناخ عنا هون بارد بالشتاء، بس بالصيف هون عبروت الجو بالليل بتصير الخضرة بشكل عام ممتازة عنا، يعني غير الخضرة اللي بتصير بالساحل وبالمناطق الثانية. جمال وطبيعة يعطيها مكانة على خارطة السياحة في محافظة اللاذقية. هذا الموقع طبعا هو موقع سياحي جميل، بتتوفر فيه كتير من مقومات السياحة، بيحتاج لبعض يمكن هيك مساندة من الجهات الرسمية أكثر، بيكون وضعه نحو الأحسن. في محاولات فردية، المحاولات الفردية بتبقى طبعا ضمن إمكانيات محدودة، لكن جيدة بالنسبة لغيرها. تمتلك ميزتين يمكن ما هم متوفرين بأي مكان، فيها المياه العذبة المتوفرة للقرية، فيها ثلاث ينابيع أساسية ورئيسية مستمرة على مدى العام، وفيها الارتفاع والموقع، وفيها غابتين جميلات. يعني جمعية وسام الخير جمعية إنسانية غير ربحية، تعنى بتقديم المساعدات الإنسانية لذوي الشهداء والفقراء والجرحى، وبالإضافة إلى خدمات طبية. هون إنه حلوة المنطقة بالشجرة وبالطبيعة الحلوة وبالبرودة الموجودة هون. يعني هون منطقة كلها يعني برود، و يعني أحسن بكتير من البحر. يعني أنا بحب يعني الجبل أكثر من البحر صراحة. قعدات حلوة، شجر، جمعات حلوة، وإنه أنت مثل ما شايفي إنه الأولاد بيرتاحوا بالقعدة كتير. هي دعوة لزيارة قرية من ربوع بلادي، حكاية الأرض، الجبل، الإنسان، الجمال. بيت عانة ترحب بكم.